السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم. صار لي فيه أكثر من دقيقة وأنا بحاول، كان يعطي إيرور ما يقدرش يعمل كونكت مع السيستم، بس الآن الحمد لله مشت الأمور. صار في ظهر في ضغط على السيستم. حاب أسمع منكم، سامعيني أول شيء؟ سامعيني؟ كويس، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا وحياكم الله، وإن شاء الله نكون فصل خير على الجميع. طبعا ممكن بعض الأحيان السيشن ممكن نمده، يعني ما تروحوش لما يخلص المحاضرة، لأنه مش عارف الزوم ظهر أنه السيت اب بتاعه يعطي وقت أقل من اللازم كثير. فإحنا قاعد، أنا بالنسبة للحضور والغياب قاعد بستنى أول شيء مشان على أساس يكونوا الطلاب، يعني الكل تقريبا متواجد بعد عدد قليل، لغاية الآن only 10 participants. طبعا بطلب من كل واحد يكتب على الشات، طبعا هو السيستم بيعطيني بعتقد كمان اسمه ورقمه الجامعي واسمه، والسيستم بسجل كأنه انت دخل كل طالب، يعني احتياطا كمان اكتب الطالب رقمه الجامعي واسمه في على الشات. فور يعني العدد أقل من نصف ما زال إلى الآن. only 12 participants. الآن 13. كي طالع السيلبس قدامكم على السكرين مبين؟ مبين. اوكي، قاعد بستنى أنا كمان العدد البركي، يعني لأن زين كثير، في حوالي 7 طلاب تقريبا مش داخلين على النظام. اوكي، على أي حال بس إن شاء الله بيلتحقوا. اوكي، طبعا الكورس اللي هو الكمبيوتر أركيتكتشر CS 432، طبعا كلكم اكيد اخذتوا المساق او معظمكم اخذ مساق 220 اللي هو اساس او كان نقول ريكويزيت لهذا المساق. فالكمبيوتر اركتكتشر طبعا هو يعتبر من الكور كورسز في الكمبيوتر ساينس، وهو الديجيتال بروجكت ديزاين مع الاسمبلي لانجويج، يعني هذول يعتبروا هي خلينا نقول كور او المساقات المميزه للكمبيوتر ساينس عن التخصصات الاخرى، يعني اوكي ما تكونش موجوده عاده في المساقات في التخصصات الاخرى. اوكي، وهو موضوع مهم جدا حقيقه مشان نقدر نعرف انه شو بصير داخل الكمبيوتر، كيف الامور بتمشي داخل الكمبيوتر. اوكي، 220 اخذنا السيركتس، اخذناهم كلهم كومبينيشنال سيكونشال سيركتس، اوكي اللي منها طبعا بنعمل الكمبيوتر او بتصمم عمل تصميم الكمبيوتر. اوكي، واخذنا شفنا كيف عملها، عمل هاي السيركتس بانواعها من الكومبينيشنال والسيكونشال سيركتس، شفنا الريجسترز. اوكي، وراح نشوفه طبعا هنا بالتفصيل لما نيجي نحكي عن المبس اركتكتشر. فهي عندنا الوصف هنا، الوصف المختصر للكورس. اوكي، فالاوبجيكتيف of this course is to introduce students to the basic concepts. لاحظ مفاهيم أساسية في الكمبيوتر architecture. كمان نشوف various techniques اللي استخدمت في design في الكمبيوتر
architecture. ورايحين نشوف real case, real example, okay, اللي هو المبس, المبس architecture, okay, نشرحه, رايحين نشوف بالتفصيل, okay, و طبعا موضوع مهم جدا راح نشوف, اوكي, اللي هو performance كمان, الاداء, كيف ندرس الاداء, راح نشوف تفصيلاتها كلها. فمن المواضيع طبعا topics to be covered اللي راح نغطيها ان شاء الله اللي هي الكمبيوتر ابستراكشن اند تكنولوجي, هذا موضوع الشابتر الاول حيكون. طبعا في عندنا الانستراكشنز اللي هي اللانجوج اوف ذا كمبيوتر اللي هي الشابتر 2, الشابتر الثاني, اوكي. وراح نشوف الاريثمتيك فور كمبيوترز, اريثمتيك فور كمبيوترز. في مشكله بالانترنت كونكشن بيعطي قاعد سيستم, اوكي, ان شاء الله انه ما تكون في مشكله, في انتربشن, انستابل كونكشن, ظاهر لانه ممكن يكون في الجامعه عليها ضغط, اوكي, موقع الليرنينج الجامعه يكون عليها ضغط, مشكله. ده راح نشوف الاريثمتيك فور كمبيوترز, راح نشوف العمليات كليات الاديشن, اوكي, راح نشوف سبتراكشن, الاديشن طبعا, المالتيبليكيشن, ديفيجن, اوكي, راح نشوف كل هذا الحكي. وراح نشوف الفلوتنج بوينت اوبريشنز كمان, نشوف الاوبريتنج فور الفلوتنج بوينت اوبريشنز, اوكي. راح ناخذ الستاندرد الاي تريبل اي 754 فورمات فور فلوتنج بوينت اوبريشنز, اوكي. ف هذا طبعا كله ايش في الشابتر 3 الاي ال يو. الان الموضوع الرئيس, اوكي, حيكون اللي هو ديزاين اوف ذا بروسيسور, ديزاين اوف ذا بروسيسور اللي هو فيه تو بارتس, راح نشوفهم تو بارتس اللي هو الداتا باث والكنترول. في الداتا باث والكنترول, اوكي, راح ناخذ نشوف الفيريس تكنيكس, اكثر من تكنيك استخدمت في ايش, في تصميم السي بي يو اللي هي زي ما قلنا الداتا باث اللي احنا ممكن نقول عنها اي ال يو, بس هي داتا باث طبعا تشمل اكثر مع الكونكشنز, اوكي, واللي هي الداتا باث اللي هي الطريق اللي بمر فيه البيانات, وين بروح, شو اللي بصير له, مين بيتحكم في كل هذا الحكي اللي هي الكنترول يونت. راح نشوف تصميم كل هذا ان شاء الله بالتفصيل, راح نشوفه, اوكي. طبعا هذا بتطلب نعرفة انه الانستركشن سيت, راح نشوف كاركترستكس اوف انستركشن سيتس, اوكي. وفي عندنا اللي هي البيرفورمانس انهانسمنت, راح ناخذ تكنيك اللي هو البايب لايننج, كيف نستخدم البايب لاين تو انهانس البيرفورمانس اوف ذا بروسيسورز اللي هي ديزايند في these days, okay. طبعا في عنا راح نشوف كمان ضمن الشابتر الأولى اللي هي risk و assist machines, reduced instruction set computers versus complex instruction set computers, okay. والجزء طبعا المهم كمان في الكمبيوتر architecture اللي هو memory hierarchy. طبعا في IO devices كمان, جزء يعتبر جزء مهم من الكمبيوتر architecture. هاي المواضيع خلينا نقول بشكل يعني بشكل مبسط او بريف مختصر اللي رايحين نشوفها, اوكي. في عندنا هون مجموعه من الاوبجكتيفز طبعا اوف ذيس كورس, اوكي. أول objective to providing students with the necessary knowledge and skills. لاحظ معرفة وإيش, مهارات. إذا في معرفة وإيش ومهارات بتطلبها, ها, يعني مطلوبة من الطالب خلينا نقول اللي بدرس computer science. Okay. فهذا طبعا هاي خلينا نقول المعرفة والمهارات هي ضرورية to understand the interaction between hardware and software. لاحظ لما احكي عن كمبيوتر سيستم انا في عندك هاردوير عندك سوفتوير, ما بقدر انا اصمم الهاردوير بمعزل عن السوفتوير الموجود, ولا بقدر كمان اعمل سوفتوير بدون ما اشوف شو عندي ايش انا الهاردوير. في عندنا يعني زي ما اقول رابط قوي ما بين, اوكي, فالانتراكشن between hardware and software طبعا هذا بتم على ايش اكثر من ليفل, راح نشوف كيف عندنا الاوتر ليفل, في عندنا اللور ليفلز, كيف عندنا خلينا نقول
operating system level, and so on. At a variety of levels, which offers framework for understanding the fundamentals of computing. المهم جدا هذا الحكي knowledge وايش قلنا والمهارات الضرورية لهذا كله. Okay. كما familiarize students with the internal structure of computer system and how it works. وهذا جزء مهم جدا. راح نشوفه بالتفصيل إن شاء الله how things are working. Okay. كيف data side the data path. كيف how it is controlled with the control part. Another okay. Another objective okay. هو highlighting important issues specifically computer architecture organizations performance. طبعا كل هاي issues مهمة جدا بعد ما هنا بنحكي عن digital system digital design digital system وهو الكمبيوتر هو طبعا مثال على هاي digital systems okay. وعلاقتها طبعا and its relation to the system software. لما نقول system software في عنا application software في عنا system software ونحكي عن operating system and okay, other things. Okay. Familiarize students with the arithmetic inside computer. طبعا مهم جدا نعرف كيف بتتم الارثمتك داخل الكمبيوتر العمليات وراح نشوف هذا بشكل من التفصيل flow charts techniques المستخدمة للaddition للmultiplication للdivision في الانتجر والفلوتينج بوينت اوبريشنز. طبعا راح نشوف ديفرنت خلينا نقول ways to organize the hardware to achieve this. راح نشوف ديفرنت ways to organize the hardware to achieve this. نبدا بشكل عام بعدين بنحاول نعمل ايش اوبتمايزيشن يعني نحاول نعمل ايش اوبتمايزيشن. فالاوبتمايزيشن عنصر شيء مهم to enhance ايش دي بيرفورمانس. طبعا انا اشرح انا مستعد لقبول اي سؤال خلينا نقول في انتراكشن اي سؤال كيف بامكانك تسال اوكي. فالمهم ان الواحد يفهم الاشياء هاي نفهم يعني الكورس في المحاضره بغض النظر مش مهم شو نغطي المهم نفهم اوكي. اذا هاي هي مجموعه من الاوبجكتيفز اوكي. طبعا في عندنا الاوتكمز كمان مجموعه من الاوتكمز هاي انه لما يخلص الطالب بيعطيني كمان سيستم يور انترنت كونكشن از انستابل اوكي في مشكله عند كيب سيستم اذا upon completion of this course student will be able to لاحظ هاي الاشياء اللي اكتسبها كي المهارات اللي اكتسبها الطالب اوكي بيقدر explain the interaction ما بين الهاردوير and software at variety of levels. راح نشوف بفرجيكم اياها ان شاء الله الليفلز الهاير ليفل هاير ليفل لانجوج ليفل للور ليفل للماشين للهاردوير ليفل شو اللي بصير اوكي. وطبعا هذا كله ضروري مشان نقدر ايش نفهم ال fundamentals of computing. لما اكتب انا برنامج بلغه سي شو بصير له شو المراحل بمر فيها okay. Apply the various performance measures to compare between different computer systems. Okay. أنا والله بيجي بيسألني واحد بقول لك أنت كمبيوتر ساينتست والله بدي أشوف أنا يعني اختار الكمبيوتر في عندي مجموعة من الكمبيوترات اختار منهم أيها الأحسن. فلازم يكون في عندنا إيش هنا some performance measures. راح إن شاء الله نشوف okay. كيف نركز على البرفورمانس okay to compare between different computer systems عشان نقول انه نقدر نقول هذا احسن من هذا وهذا احسن من هذا. طبعا هنا في معايير لازم نحط بالاول معايير مشان نقدر نحكم نقول شو المعايير اول شيء okay. وراح نشوف هذا ان شاء الله بالتفصيل okay. اللي هي البرفورمانس. كمان راح نشوف انه فالطالب طبعا لما يخلص should be able to recognize different techniques used in the design of computer system components لما انا اصمم components للكمبيوتر سيستم اوكي بدي اشوف شو التكنيكس الافضل تكنيك اللي يستخدم عشان اقدر اصمم. طبعا لاحظ هذا بيعتمد على خلينا نقول التايم بيريز في الفترات السابقه فكان التكنيكس تختلف عن التكنيكس الموجود الان كيف دائما في تطور بالتكنيكس المستخدمه مشان اقدر انا اصمم ايش components واضمنها ضمن ايش الكمبيوتر ابني من هاي الكمبيوتر سيستم او ديجيتال سيستم بشكل عام.
gain an insight into nature of design process and associated trade-offs. By the way, كل عملية الديزاينر دائما هي عبارة عن trade-offs. في عندك مقارنة بين إشي وإشي. بدي أنا أصمم إشي يعني بدي أحط أمامي معايير. والله أنا بقول مثلا بدي يكون بديش يكون سعره مثلا فوق الألف دولار. بدي يكون سعره فوق كذا. طبعا هذا إيش بده؟ بتطلب مثلا مواصفات معينة. ونفس الشيء بقدر أقول بدي كمان في حاجة السوق مرات في بحاجة إلى سيرفر مؤهلات عالي كثير. أوكي؟ فممكن هذا إيش أتبع أبروتش آخر. فدائما you should gain an insight into the nature of design process and the associated trade-offs. إذا شو هي المقايض المقايضة اللي بقدر أنا أحطها أمامي مشان أصمم شو الحاجة اللي بدي أنا أو الجول خلينا نقول الهدف من تصميمي. Okay. فإذا لاحظ لما أقول design process insight into the nature of design process اللي أنا بدي أصمم أنا على سبيل المثال personal computer أكيد البروسيس راح تختلف كثير عن إيش عن السوبر كمبيوتر. راح نشوف class of applications actually the classes of applications. Okay. فهذا بده ايش يعني يعتمد اذا على الابلكيشن الموجود الابلكيشن الموجوده التارجت تاعي شو الهدف من التصميم تاعي. اوكي وبالمحصله طبعا انه should be able to know how to design a computer system. مش رايحين ناخذ طبعا design complete computer system with complete instruction set. لا ناخذ subset of the instructions ونشوف كيف نضيف عليها حاجه معينه وبناء عليها طبعا راح نعرف شو التكنيكس المستخدمه في الكمبيوتر سيستم ديزاين. اوكي لان طبعا انا ربط الاوبجكتيفز مع الاوتكمز حاولنا ربطناهم مع بعضهم البعض. اوكي الاوبجكتيفز هو وشو الاوتكم ساتسفايد. هي عندنا خمسه اوتكمز بعد في عندنا واحد هذا مع أربعة وخمسة بيرتبط الاوبجكتيف هذا مع واحد اثنين وخمسة هذا مع ثلاثة وأربعة مع أربعة وخمسة ربطت كل اوكي اوبجكتيف مع ايش مع اوت كم. هذا طبعا وضعته حطيت على الاي ليرنينج يمكن بده تعديل اعدل عليه ان شاء الله. فهو باسم التيتشنج ميثودز. اذا في اي سؤال في اي سؤال لغايه الان ولا سؤال باي ذا وي احنا رايحين طبعا ندرس كل اللي شفناه حكيناه عن على الميبس. اوكي ميبس هو مايكرو بروسيسور اللي هو ريسك مايكرو بروسيسور. اوكي اللي هو الاساس اساس في سيليكون فالي كان. اوكي في الجرافيكس. اوكي سيليكون جرافيكس. على اي حال في عندك ان هنا سبيم ذس فيري امبورتنت فيري جود سيميوليتر. هذا السيميوليتر عن طريقه بقدر انا افهم الانستركشن ست تاعون ايش الميبس. فلاحظ لو قرانا سبيم باي من وراء بالعكس شو بتعطيني؟ تعطيني ميبس. اذا السبيم هو سيميوليتر للميبس. يعني بقدر اكتب برنامج فيه واطلع نتائج وكل شيء فتقدر تنزله. يعني هو عباره عن فري سوفت وير. اوكي تمام بس كويس يعني الواحد يدرس يتعلم الميبس. كنا زمان نعطيه يعني بالمختبر للطلاب جلسات لان ما فيش مختبرات وشغلات. فانتم طبعا تقدروا انه ايش تدرسوا الميبس كويس كثير حقيقه نفهم الميبس انستركشن ست هاو ات از اكسكيوتد كيف الاوبريشن تاعها عن طريق السيموليشن باستخدام الميبس سيموليتر. كان راح يكون ان شاء الله ميد تيرم عليه 30 علامه. اوكي تيرم مفكر في يكون عندنا كويز 10 علامات. اوكي بالعشر عام تراك حنشوف كيف نوزعهم. ما تندس خمسه وبرسبيرج خمسه حنشوف. الفاينل اكزام طبعا بالجامعه حيكون الحرم الجامعي عليه 50. اوكي 50 علامه. تكست بوك طبعا معروف اللي هو كمبيوتر اورجنايزيشن اند ديزاين هاردوير سوفت وير. لاحظ هاردوير سوفت وير انترفيس اللي هو زي ما حكينا بالاوبجيكتيف انتراكشن. لانه ما بقدر اصمم هاردوير بعزل عن السوفت وير. بدي اشوف شو السوفت وير بدي اصمم له انا الكمبيوتر تاعي. كمان بدي اعمل سوفت وير بدي اعمل له هارد وير كي يكون تيلر تاورز ايش سيرتن هارد وير. اوكي التكست بوك في عندنا مراجع هون طبعا في مراجع اخرى غيرها احدث تقدر تشوفه طبعا على النت. اي مجموعه مراجع كثيره كويسه. اوكي في
See, by the way, survey of riskly reduced instruction set computers, it's a good thing to know about it. مهم يعني مليح. يعني الآن الابروتش كله في الوقت الحالي هو ربط بعيش reduced instruction set computers على العكس من الcomplex instruction set computers. طبعا كل نوع من هاي النوع الأنواع الريسك والستس كل واحد له طبعا ميزات وراح نشوفه هذا الحكي إن شاء الله. فهنا تفصيلي كوصف تفصيلي للكورس okay. الشابتر الأول Computer Abstraction and Technology okay. راح نشوف Introduction Classes of Computer Applications and Their Characteristics. لاحظ لما أقول Classes of Computer Applications and Their Characteristics يعني لما أقول عن PC فالبي سي إذن هو عبارة عن Tailored لإيش؟ لأبليكيشنز معين. لاحظ لما أقول على سبيل المثال المين فريم كمان نفس الشيء is tailored لايش لابلكيشن معين. لما اقول embedded system يعني كمبيوتر within a system زي الكمبيوتر مثلا موجود في البروسيسور موجود في الميكروويف موجود في الثلاجات موجود في السيارات مايكرو بروسيسور زي الطائرات اوكي فهي الانواع كل واحد له ايش هنا ابلكيشنز خاصه فيه مشان هيك قسمنا البروسيسور حسب ايش لاحظ حسب ايش الابلكيشنز وشفنا راح نشوف ان شاء الله الكاركترستيك لكل نوع من هاي الانواع اول مثلا البي سي راح نشوف اول نوع من الانواع نشوف البي سي اذا مشان قلنا ايش الكلاس سميناه البي سي اوكي فالكمبيوتنج ابلكيشن حنشوف شو كاركترستيك للبي سي اوكي باي ذا واي في عندنا كمان شيء مهم جدا انه استخدم على مر ال 60 سنه الماضيه استخدمت هذه الافكار يسموهم 8 great ideas in the computer architecture 8 great ideas راح نشوفهم بالتفصيل ونشوف ميزة كل idea اوكي ما زال يعني نصوره من على مدى 60 سنة استخدمت هاي الأفكار في تصميم أنواع مختلفة من الكمبيوترز في أي سؤال لغاية الآن؟ ولا سؤال؟ يلا وين المشاركة؟ في سؤال شيء؟ خلينا نسمع صوتكم ما شاء الله عليكم والله أنا خايف روحته. هاي هسه دخول. ترى السيستم بدأ بسجل أي ساعة بدخول الطالب. أوكي؟ فإذا بتأخرت كثير بحط كيش حاضر طبعًا ها. بتكون دير بالك يعني السيستم بسجل أي ساعة طالب بحضر. فالحضور لغاية الآن ما شاء الله ماشي كويس يعني أفضل مليح. مش ولا سؤال؟ ولا مشاركة بسيطة؟ اوكي. رح نشوف طبعا انه لما نكتب برنامج شو العمليات اللي بتصير له ها؟ من هاي ليفل لانجويج لما يتنفذ. شو السوفت وير اللي ايش بتطلبه هذا الحكي. اوكي. ريليشن شيب بتوين هاي ليفل لانجويج اند اسمبلي لانجويج اند ماشين لانجويج كومبايلرز اسمبلرز اوكي. كلها طبعا ايش؟ المراحل اللي الهاي ليفل لانجويج بروجرام اللي بلو يور بروجرام او الهاي ليفل لانجويج بروجرام بمر فيها مشان يتم تنفيذه. طبعا كمان بالنسبه للهاردوير ها بالنسبه للسوفت وير لاحظوا هنا بالنسبه للهاردوير عندنا الكبر شو في عندنا؟ راح نشوف مكونات متكون منها ايش؟ الكمبيوتر اوكي؟ راح نشوف المكونات تتكون منها بروسيسور والميموري طبعا في عندنا اي او كمان اوكي؟ راح نشوف المانيفاكتشرنج تشيبس مراحل بتمر فيها خطوات حوالي 40 ستيب في ستيبس كثيره بتمر فيها اوكي وموضوع مهم جدا في الشابتر الاول هو البيرفورمانس رايحين نحط معايير نحط في فورمولاز كثيره لاداء لقياس الاداء وكيف نعمل انهانسمنت شو معنى انهانسمنت؟ انهانس سمثينج يعني ايش؟ يعني تحسن توسيع زياده الشيء زيادة نانس تكبير توسيع الأداء مثلا زيادة الأداء تحسين الأداء نانس تعظيمه اوكي الآن في عندنا instruction language of the computer instruction set اوكي الان الايسا instruction set architecture
لاحظ موضوع مهم جدا راح نشوفه للسبيسيفيك كمبيوتر اللي هو المبس راح ناخذه احنا في هذا الكورس. اوكي اذا الانستراكشنز هي ايش؟ اللغه اللي بيفهمها شو؟ كمبيوتر. اوكي زي ما حكينا راح نشوف المقارنه بين الريديوس انستراكشن سيت كمبيوترز والكومبلكس انستراكشن سيت كمبيوترز. اوكي طبعا الاوبريشنز اللي بتتم داخل الكمبيوتر والاوبيرانز. اوكي راح نشوف هذا الحكي كيف بتمثل الانستراكشنز والداتا طبعا عند الكمبيوتر. طبعا احنا اخذنا في ال 220 اخذنا الاسكي الباينري كله كيف بتم داخل الكمبيوتر، بس هنا راح نشوف سبيسيفيك ناخذ بالضبط تحديد الانستراكشن الحقول اللي بتكون منها الانستراكشن. اوكي راح نشوف انواع من الاوبريشنز، يعني قلنا هون اوبريشنز اند اوبيرانز، راح نشوف انواع من الاوبريشنز من اللوجيكال اوبريشنز، راح نشوف في الاريثمتيك اوبريشنز وانواع اخرى متعدده من الاوبريشنز. اوكي في عندنا الانستراكشنز فور ميكينج ديسيشنز، اوكي الاف ستيتمنت على سبيل المثال بالهاي ليفل لانجوج راح نشوف هنا. Supporting procedure calls في بعض instructions خاص أو instructions خاصة مشان أقدر أعمل functions procedure instead of procedure or function. Load and store operations اللي هي طبعا ميزة مهمة هي operations load and store operations من ال risk machine كي اللي تعتمد اللي فيهاش memory instructions مباشرة إلا فقط بالload والstore. load كي بجيب memory content بحطه في register، الستور بودي من ريجستر على ايش؟ على الميموري. راح نشوف طرق العنونه كيف انا اقدر اصل، لاحظ كيف اقدر ايش؟ اصل للبيانات اللي انا بدي اياها، كيف اقدر اصل لها؟ كيف؟ طبعا تعمل ترانسليشن راح نشوف كيف كمان بيستعملوا ترانسليتنج اوكي اند ستارتنج بروجرام. اوكي الجزء الثالث اللي هو الاريثمتيك فور كمبيوترز، اريثمتيك فور كمبيوترز. اوكي زي ما قلنا في عندنا عمليات مختلفه يور ميتنج والاند وذين 10 مينتس. اوكي كنا نعمل اكستنشن شو طبعا اذا قدرنا ونشوف كيف. إذا بالنسبة للأريثمتيك فور كمبيوترز اوكي راح نشوف في عندنا طبعا الباينري كنا نعرف الباينري اخذناه هلا دخول هلا جايين هلا متأخرين كثير لا السيستم قلت لكم بيسجل امتى الطالب بدخل عندي اللي بيجي متأخر زي هيك بآخر محاضرة ما بحطوش حاضر يعني ديروا بالكم لأنه عليه علامات مشان مصلحتكم يعني احنا ولكن مشان تكون عادلين بين الطلاب يعني لا ما بنفرق بين حدا وحد كلكم سواسي ان شاء الله كلكم خيرا ان شاء الله. بالنسبه للارثمتيك فور كمبيوترز اوكي زي ما قلنا في عندنا الباينري نمبر سيستمز اللي هو مستخدم عاده عملت برزنتيشن الكمبيوتر اللي هو بالاسكي كود وفي عندنا السايند والانسايند نمبرز عشان نشوف الاديشنز سبتراكشنز طبعا سبتراكشن اللي هي اديشن باستخدام الكومبلمنت كنا بنعرف هذا الحكي اوكي اخذنا 220 اوكي راح نشوف الملتيبليكيشنز ديفيجن لاحظ في عندنا انتجر اوبريشنز انتجر اوبريشنز وعندنا ايش فلوتنج بوينت كمان اوبريشنز راح نشوف فلوتنج بوينت ريبريزنتيشن كيف طرق تمثيل للفلوتنج بوينت اوكي نمبرز بسنجل بريسيشن ودبل بريسيشن اوكي سنجل بريشن ودبل بريشن لان الفورمات المستخدم في عندنا ستاندرد بسموه الاي تريبل اي 754 فورمات اي تريبل اي 754 فورمات في عندنا فلوتنج بوينت طبعا راح ناخذ الاديشن والمولتيبليكيشن والمبس باي ذا واي في له كل بروسيسورز تقريبا في تلاقي فيه انستركشنز خاصه للانتجر وللفلوتنج بوينت وبريشنز وبعض البروسيسور في له ما في لها الكو بروسيسور لاحظوا انا حكينا قلنا في لها كو بروسيسور خاص كو بروسيسور اوكي في لها كو بروسيسور خاص هذا الكو بروسيسور اوكي مشان
عمليات خاصة، عمليات معينة، بروسيسور مساعد. مثلا في الانتل على سبيل المثال، اوكي، في عندك بروسيسور، راح نشوف هذا الحكي بشيء بالتفصيل اكثر، في بروسيسور خاص مشان فلوتنج بوينت اوبريشنز، اوكي، كو بروسيسور 1، اوكي. لان في عندنا الكو بروسيسورز، راح نشوف هذا خاصه مشان الاوبريشنز، اوكي، الفلوتنج بوينت اوبريشنز. ففي عندنا هنا فلوتنج بوينت انستراكشنز خاصه في ايش، طبعا في النفسي زي اي ايش البروسيسور اخر، في اوبريشنز خاصه في الانتجر اوبريشنز والفلوتنج بوينت اوبريشنز. لكن طبعا لاحظوا هنا لما حكينا المبس ادريسنج، احنا نعرف كنا الميموري عباره عن ايش؟ لوكيشنز ولا لا؟ كل لوكيشن له ادرس. عمرك شفت ادرس بقول لك والله هذا عنوان 10 ونص او 10 و75% عنوانه؟ لا. فدائما الادرس ايش بده يكون؟ بده يكون انتجر. اوكي؟ بده يكون ايش؟ انتجر. فسواء كان، لاحظ، سواء كان نستخدم الانتجر اوبريشنز او الداتا اوبريشنز، دائما الادرس بده يكون ايش؟ بده يكون انتجر بارت. ادرس. اوكي؟ أي سؤال، أي استفسار، خليني أسمع، أسمعكم. سكون، ها؟ يعني كويس كثير، بس طلاب اثنين اللي غايبين، ما شاء الله واحد، تبارك الله. زي ما قلنا كل واحد يكتب لي اسمه ورقمه، والسيستم بسجل كمان إنه أنت دخل الطالب. زي ما قلنا اللي بيدخلوا متأخرين قبل يعني باخر نص ساعة، بعد نص ساعة مش أو ربع ساعة مش أحطوا حاضر، ديروا بالكم يعني، ها، خمس دقائق مش مشكلة يعني، الواحد تحملهم. وين صرنا؟ ها؟ وين صرنا؟ يلا قولوا لي وين صرنا؟ احكوا لي. يعني بالمشاركة كلكم صفر هيك احط لكم. وين صرنا؟ حكينا عن ايش اخر شيء؟ عن ايش حكينا اخر شيء؟ كنتوا مستمعين صوتي يعني؟ ولا سامعينه؟ سامعين صوتي ولا لا؟ واحد يحكي. آه يلا ماشي، هذا طالب حكى كويس. Raise hand، ها؟ تمام. أوكي. الآن شفنا الأرثمتيك for computers. الآن نيجي على الجزء على البيف. Where is the beef؟ Okay. اللي هو البروسيسور. The data path and control. هذا طبعا أنا مقسمه لثلاثة أقسام. راح نشوف ثلاث أقسام. Okay. طبعا في أول نبدأ بشغلات اللي أخذنا كلها 220. Okay. Logic design, conventions, gates وما gates, binary, loss complement والأشياء. يعني هون خاصة لوجيك جيتس يعني الكونفنشنز، كيف انواع الجيتس. راح نشوف البيلدينج داتا باث بالتدريج، راح ناخذه باي ذا وي بيلد داتا باث اللي هو بتكون منه الكمبيوتر بالتدريج ستيب باي ستيب. اوكي، الان تذكروا حكينا في الاول من الاوبجكتيفز، حكينا هون قلنا في عندنا Providing students necessary knowledge, skill, understand interaction between software. كما حكينا هنا اللي هو ايش هنا primary students internal structure of the computer. لاحظ هذا internal structure of the computer system and how it works. هذا هو راح نشوف ان شاء الله بالتفصيل على المبس، اتخذ على ايش على المبس، وراح نشوف التكنيكس حقيقة المستخدمة في عمليات ايش تطوير الأداء. اوكي، نشوف كيف تم تطوير الأداء. اوكي،
إذن راح نشوف الـ data path وراح نشوف three different ways بعدين three different techniques for the design in the MIPS. أول شيء single cycle design approach. راح نشوف المالتي سايكل ديزاين ابروتش مالتي سايكل داتا باث وراح نشوف ايش اللي هو البايب لايننج اللي هو ايش البايب لايننج او انهانس بيرفورمانس يوزنج بايب لايننج. ترى السيستم بيسجل لي كل واحد ايمتى دخل الساعه اللي دخل فيها ترى حسن الحظ يعني وانت بطلع كمان هاي في ناس طالب طلع إذن راح نشوف فينا سينجل سايكل داتا باث وعندنا مالتي سايكل داتا باث اوكي وفينا مايكرو بروجرام تكنيك تمام راح نحكي عنه شوي اوكي مايكرو بروجرام تكنيك خاصه لما نحكي عن المالتي سايكل امبلمنتيشن هاو ات از امبلمنتد اوكي في عندنا اكثر من ابروتش فينا الابروتش اللي مر معنا في 220 اللي هو فاينات ستيت ماشين فينا الابروتش الثاني اللي هو استخدام ايش مايكرو بروجرامينج تو امبلمنت مالتي سايكل داتا باث والانهانسمنت للبرفورمانس وذ بايب لايننج راح نشوف طبعا استخدام ايش البايب لايننج تو انهانس ذا بيرفورمانس اوكي تكون عارف شو البايب لاين اوكي داتا باث طبعا البايب لاين زي اللي هو الاسمبلي لاين كيف اعمل انا اجزئ الشيء لاجزاء راح نشوف طبعا نحكي عنه بالتفصيل راح نشوف طبعا في انواع من الهازرز الموجوده فيه مشاكل اوكي ستراكشر هازارد داتا هازارد الان هسه راح يخلص طبعا الوقت المحجوز كنا نعمل اكستنشن نشوف اذا بنقدر اوكي طبعا في تكنيك سواء الفوروردنج فيرسس ستولينج اللي هي مشان تعامل معامله مع المشاكل اللي بتصير مع البايب لاين فينا كنترول هازارد ستراكشر هازارد داتا هازارد كل هاي انواع من المشاكل اللي ايش